سيد الراج لانه من حين صار ما يدخلوش باش قطع على جمعيه ما يدخلوش يهضرنا على المقبره اليوم قلنا خرجوا عليا هذاك باش ديال البوغا عامل علينا الحصار سيد الله كيبتلنا الى المقبره قلنا خرجوا عليا سيد الله راه شعلنا اليوم قلنا ما يدخلوش الدكتاتور هذيك باسه ما كاينش اللي كيهضر واش هذا السيد هذا جاي يخدم العمل الجمعوي عامل حصار علينا سيد باسه الله يجازيك بخير ميسا سيد الوالي ديك باسة عامل علينا الحصار منطقة ديال مغوغة بالعمل الجمعوي حنا كنقولوها المعارضة والأغلبية والمالك وعسى سيدنا لأن ما عاد خرجتي مع القضية مزيانة هذيك باسة عدينا مشاكل تماك ما عديناش يا سيد العمدة حكرنا اليوم قال الإخوان ما يدخل حتى شي جمعية عندي قالنا هاد البيرو هذا ما يدخل حتى شي واحد السيد العمدة فحنا كنخدموا العمل الجمعوي بزيرو درهم ما عندنا لا دعم لا والو زيدي قهرنا الباسة لأن قهرنا ملي جاو على المشاكل هذا ميسا صاحب الجلالة وما عاد خرجتي معاه مزيانة وسي مسامح